شيخ برغام. انت داخل بدهاليز العمليه السياسيه مثل ما الشيخ اياد، السياسه تعرف شلون تدار. اليوم اكو استقتال صار على العشائر بعد القانون الجديد للدوائر المتعدده، يقولون مو سواد عيون العشائر وانما لمصالح شخصيه. راح تحصل الكتل اللي تريده من العشائر لو راح يصير العكس. شوف سيد، وخلي شوف المشاهد الكريم، قبل لا أخوض بهذا الحديث أحب أجاوب بما أنه أنا حاضر وانطرح حديث ربما أول مرة أشوفه. المتحدث وأمثاله هم صنعوا من ناس ليسوا بثقة أو ليسوا بأصحاب ثقل قبلي وعشائري، وسووا منهم أمراء من أجل هذه العملية وغيرها، بنوا لهم دواوين وانطوهم سيارات ومخصصات وعسوا بحلوكم فلوسهم حيشاكم ويجل السامح، هم الواحيق مال الشيوخ صنعوهم انقلبوا عليهم، هسا يحجون عليهم بالإعلام. مو احنا من 2003 إلى يومنا هذا كم شيخ اتقرب من السياسة أو كم متشيخ جديد قربوه وبنوله وتالي طلع على شيوخه وطلع عليهم وانقلب عليهم. فهذه مو حالة عجيبة أو هو مستغرب، انت صنعتهم السياسي بصورة عامة والآن تتحمل نتائج أخطائهم أو انقلابهم عليك، لذلك لا تقيسهم بالشيوخ ولا تتجرأ تتكلم على الشيوخ. شيوخ لها ثوابت ورايات بالعراق معروفة، زعماء القبائل الفعليين الحقيقيين اللي لحد الآن ما دنقوا راس ولا طخوا راس أي سياسي كان، لأن إذا هو سياسي جديد من 2003 هم زعماء من قبل لا هو وهلا ينولد ويجي للعراق. هذا من جانب. الجانب الآخر، جنابك قلت شيوخ العشائر هاي مثل اليتيم، معست أول شهر، هسا أنا رجال عندي مفاوضات وعندي ناس تكلمني وأنا متقدم للترشيح كمستقل وممكن أئتلف والآن عروض، لكن الله وكيلك من 2018 يمكن أدق 100 مرة إلا يجاوبني مرة واحدة إذا كان عندي شيء لأحد أبناء قبيلتي وليس إلي. وشيخ العشيرة كان دائما عام والشيوخ الرجعية التخلف الاقتتال بعيدين عن منظومة الدولة، وكانت الشيوخ دائما هي المذمومة مثل السمكة ماكولة مذمومة، لكن من تجي الانتخابات الشيخ وراء قبيلة صوت مضمون في قبة البرلمان، وأنا اليوم أريد الصوت واحد يفرق لي. هسا من أول رنة؟ شنو من أول رنة؟ هسا هو يتصل، أنا ما أتصل. شنو أتصل؟ هو يتصل يطمئن علي، شلون الصيام وياكم ما متابعك بعد ما يعبر ذني. لا هو مو بس ما يعبرن ولا من تجربة أحكي لك، بس الله سبحانه وتعالى، نعم أنا شيخ وأشتدي الزي العربي، خاف أحد ما أخذ فكرة عن الشيوخ، إحنا ناس أكاديميين وأصحاب شهادات عليا ومخالطين ونفتهم وعندنا باع سياسي وعندنا باع اجتماعي جوزفته من عندهم.